ثم قال عز وجل فإن تولوا. هنا تغير الأسلوب، الأسلوب الأول أسلوب خطاب، وهنا أسلوب غيبة. لقد جاءكم خطاب، رسول من أنفسكم خطاب، عزيز عليه ما عنتم خطاب، حريص عليكم خطاب. فقال فإن تولوا، ولم يقل فإن توليتم. هذا يسمى انتقالا من أسلوب إلى أسلوب آخر، وعند البلاغيين يسمى التفاتا، التفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة.